أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: قال أحد المنسوبين إلى العلم في إحدى الإذاعات: لا يوجد اليوم مرجعية شرعية للعالم الإسلامي، أي إذا أفتى أخذ المسلمون جميعا بفتواه، بل كل يفتي ويتشتت الناس، فما صحة هذه العبارة؟ وهل مثل هذه العبارة مناسبة في هذا الزمان؟ هذا فهمه هو، هذا فهمه هو. وأما المسلمون فإنهم ولله الحمد يحسنون الظن بعلمائهم ولا يروج عليهم مثل هذا الكلام. نعم. وهذا المنافقون يقولون أشد من هذا، المنافقون يقولون أشد من هذا، ولا عبرة بهم. نعم.